السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ككل صباح فضفضاء لدقائق معدودة. أتمنى لكم بخير أحبتي الكرام. الأم هي ذلك الوعاء، ذاك الوعاء الجميل، ذاك الوعاء اللين الذي يحوي قلوب أطفالها وقلوب كل المجتمع. فإذا أحسنت الأم تربية أبنائها أحسنت تربية المجتمع أيضا، كما يقول البيت الشعري: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيبا أعراقي. فالأم مدرسة فعلا. سيدتي، لا تربي أطفالك بالشكوى والتذمر والسخط والدعاء السالب على أطفالك، وإنما شجعيهم، حمسيهم، أحبيهم، احتضنيهم حتى يرتووا من حضنك، لأنهم إذا تشربوا الخير كانوا خيرا، خير نفع على الأمة. أما إذا تشربوا الشر وتشربوا دعواتك السيئة لم يكونوا إلا بلاء على هذه الأمة، بلاء في عائلاتهم، في أسرهم، وبلاء في المجتمع ككل. وعليه اتق الله أيتها الأم في نفسك وفي أبنائك، في ولدك، في بنتك، لأن البنت شبيهة أمها. هذه الكلمات مصدرها من قصة سأرويها لكم لاحقا. دمتم أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.